بعد ترقب وانتظار ينطلق اليوم في دور سينما بدولة الإمارات فيلم باربي عقب موافقة مجلس الإمارات للإعلام على عرض الفيلم. ويعد باربي أحد أكثر الأفلام المنتظرة لهذا العام ويستمر في تكسير الأرقام القياسية بعد 20 يوما من طرحه في دور السينما العالمية، إذ تخطت إيراداته المليار دولار حول العالم. يذكر أن الفيلم حقق أعلى افتتاحية في 2023 متجاوزا خلال 3 أيام فقط من انطلاقه ميزانية إنتاجه التي قدرت ب 145 مليون دولار. تصدر اسم الفنان سعد المجرد الترند بعد إطلاقه أغنية جديدة بعنوان نور الصبح، يعود من خلالها للغناء باللهجة المصرية، ما اعتبره البعض غزلا من المجرد للمصريين وعربون محبة، بالرغم من الحملات التي دعت لمنعه من الغناء في مصر أطلقها ناشطون مصريون عبر مواقع التواصل على خلفية اتهامه في قضايا تحرش واغتصاب، وهو محكوم بالسجن 6 سنوات في فرنسا قضى منها عدة أشهر وخرج في أبريل الماضي بسراح مؤقت. قلبي لما دقي بابها عاش في جنة الدنيا سبب فرحة مش معمول حسابها صعب تتقارن بحد. بعد تأجيله وخروجه من سباق رمضان الماضي بسبب ضيق الوقت وضخامة التحضيرات، أعلن الفنان كريم عبد العزيز اليوم عن بدء تصوير مسلسله الحشاشين لعرضه في رمضان 2024، وهو مسلسل تاريخي حول جماعة الحشاشين التي اشتهرت بالاغتيالات السياسية في القرن 11 الميلادي، ومن المقرر تصويره في 3 دول مختلفة. للمرة الأولى يلتقي المطرب المصري حكيم بجمهوره السعودي غدا الجمعة على مسرح بنشمارك ليقدم باقة من أشهر أغنياته في حفل ضخم يتضمن العديد من المفاجآت والاستعراضات بتقنيات حديثة. كما يستعد حكيم لإحياء حفل ضخم بمهرجان العالمين يوم 17 من أغسطس الجاري. جمهور السعودية حبايبنا وأغلى الحبايب وأعز الحبايب، إن شاء الله أنا مبسوط علشان جاي يوم 11 أغسطس الجمعة اللي جاية علشان أعمل معاكم أحلى حفلة. وعالمياً بعد أشهر طويلة من الخلافات تصالحت النجمة العالمية شاكيرا مع شريكها السابق نجم الكرة المعتزل جيرارد بيكي، وقالت الصحف الإسبانية إن الحرب بينهما انتهت وتوصلا لاتفاق حول إجراءات الانفصال وحضانة ابنيهما. وتخطت شاكيرا أزمة انفصالها عن بيكي وسط أخبار عن علاقة عاطفية تجمعها ببطل العالم في الفورمولا البريطاني لويس هاملتون بعد مشاهدتهما معاً في عدة مناسبات. وأخيراً يواصل الفنان حمزة نمرة حصد نجاحات ألبومه الجديد بعنوان راية، وتتصدر الترند أحدث أغنيات الألبوم التي أطلقها أمس الأربعاء بعنوان لعله خير بعد النجاح الكبير الذي حققته أغنية رياح الحياة التي كانت بين أكثر الفيديوهات مشاهدة عبر يوتيوب العالمي منذ طرحها قبل أيام. من بعيد الشمس جاية تقول سلام، يوم الجديد رفرف على جناح الحمام، ولعله خير